عالم الألعاب، نحن كجيمرز نقضي الكثير من الوقت على هذه الألعاب، جاهلين الوقائع والحقائق التي تحدث وراء أبواب هذه الألعاب. ولكن لا تذروا، لأنني هنا في فقرة Desert Dust Gaming Facts لكي ينور عقولكم بجميع حقائق ألعاب الفيديو، ربما جميعها. أهلا بكم في حلقة جديدة، وكالعادة معكم أفضل شخص في العالم، أنا مرجان. واليوم سأقدم حلقة خاصة للعبة كراش، فهيا لنبدأ. اسم كراش الشهير كان سيكون مختلفا كليا. كانت بعض الأسامي المقترحة هي ويز، ويزي، وازل دا وومبات، وويلي دا وومبات، ولكن تم حذف هذه الأسامي لأن شعر مصممي اللعبة أنها قبية بعض الشيء، واتفق معهم، والحمد لله أنهم اختاروا كراش. حبيبة كراش في كراش 1 تونا مستوحى من شخصية جيسيكا رابط الشهيرة، ولكن تم حذفها من اللعبة بعد ذلك لأن شعر المطورين أن شكلها ليس ملائم إلى لعبة أطفال. ما أريد أن أعرفه هو أي طفل مريض ستهيج مشاعره على حيوان كرتوني، إنها مغرية بعض الشيء. ولكن بديهيا لم يكن هذا السبب الأساسي الذي أدى إلى حذفها. السبب الحقيقي كان أن شركة يونيفرسال لم يعجبهم تصميم الشخصية، لذا صمموا شخصية أخرى، وهذا التصميم بالمقابل لم يعجب مطوري اللعبة، لذا تم حذف الشخصية بأكملها. في التسعينات كل جهاز كان له ماسكوت، شخصية تمثل الشركة. سيجا كان لديها سونيك، ونينتندو كان لديها ماريو، لذا أرادت شركة نوتي دوغ أن تصنع ماسكوت لجهاز البلاي ستيشن، ومن هنا ولد كراش. التصميم النهائي لكراش تأثر كثيرا من إمكانيات البلاي ستيشن 1 بسبب قلة البوليغونز ولون كراش الفاقع، جعلوا صدره فاتح اللون وظهره منقط حتى يستطيع اللاعب أن يعرف أين اتجاه كراش. لا أعلم إذا كانوا يصممون اللعبة لمعوقين أم ماذا، ولكن أعتقد أي شخص طبيعي بإمكانه أن يفرق بين اتجاه فكحة أقصد مؤخرته أو رأسه. على كل حال تم وضع قفازات بنفسجية له حتى يستطيع اللاعب أن يرى يده بوضوح عند لعب أجزاء السايد سكرولينج. عدم وجود رقبة كان لتقليل عدد البوليغونز وتخفيف التحميل على الجهاز، وطبعا رأسه العملاق كان سببه أنهم أرادوا أن يرى اللاعب تعابير وجه كراش بسهولة. وبما أنني أتحدث عن تصميم كراش، هل تعلمون أن قسم سوني في اليابان لم يعجبهم شكل كراش لأنهم شعروا بأنه كان عنيفا لجمهورهم؟ نعم، كما ترون شكل كراش مرعب جدا. تخيلوا معي، اليابانيين اعتقدوا انه عنيف رغم انهم من اكثر الشعوب التي تصنع الاشياء الغريبة والعنيفة وال... لا توجد كلمات لوصف هذا الشيء. المهم، لهذا السبب تم تغيير شكله ليناسب الجمهور الياباني، واصبح شكله لطيف بعض الشيء. رقصة كراش شهيرة كانت لشهر اللعبة في اليابان، ونجح الأمر حيث اشتهرت الرقصة في اليابان لدرجة أن تم صنع فيديو كليب موسيقي وتم وضعه في اللعبة، ولاحقا تم بيعه منفردا على شرطة الفيديو القديمة. كان سيتواجد مقطع كرتوني وأغنية خاصة للعبة كراش، ولكن تم حذفهم بسبب رغبة سوني في التركيز على عنصر 3D للعبة، لذا أرادوا أن يكون كل شيء على شكل ثلاثي الأبعاد. أكو أكو القناع الشهير في كراش حصل على اسمه من آلهة الحياة القديمة لقبائل في الأمازون، حسنا كنت أكذب. الحقيقة هي أن أكو أكو حصل على اسمه من اسم مطعم بولونيزي كان بالقرب من بيت مطوري اللعبة، حتى شكله مستوحى من تمثالا عند بوابة المطعم. ألم يكن أفضل لو وصلت على قصة الآلهة؟ كانت أحلى بكثير. المهم،
أكو 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 أكا طبيعي. أكو أكو وأوكا أوكا هما أصلا كانوا بشر، ولكن تم نقل أرواحهم إلى الأقنعة الشهيرة. حان الوقت لنحل أكبر لغز في لعبة كراش، اللغز الذي كلنا تناقشنا وتجادلنا عنه. نعم، إنني أتكلم عن ماذا يقول أكو أكو كالحقير عندما تحصل عليه. أهو برتقا؟ أوغا بوغا؟ حان الوقت لنكتشف. وهل تعلم معنى هذه الكلمات؟ إنها كلمات بلا معنى. نعم، بلا معنى. كان مطورين اللعبة يمزحون بها في المكتب وتم وضعها. بعض الأشياء يفضل أن لا نحصل على إجابة لها. بعدما رأى مطوري اللعبة تمثال رخيص على شكل كراش في اليابان، قرروا صنع شخصية عليه، وهذا الكراش اسمه تراش بانديكوت أي زبالة بانديكوت، اسم لائق على هذا المخلوق الجميل. تستطيع رؤية تراش بانديكوت في كراش 3. إذا انهيت اللعبة واجمعت جميع الجيمز في اللعبة ولعبتها مرة أخرى، سيظهر تراش في بعض الأماكن وهو يرقص رقصته الخاصة.